وبعدين حرب عليهم دول احنا نكلمهم هم بيقولوا لك احنا هنعمل جوه ده عساك برضه ماما اللي هتقف هو ده انا حاجب عليه جنبيا هي اللي هيجي تجيبها خلاص ما عادش هضرب ماشي خلي في علمكم فوق السطح خلاص خلاص فوق السطح سيبنا انا مع الراجل سيبنا انا مع الراجل توكل الله توكل الله طب اعمل لهم ايه طيب عمالين يضربوا فينا يضربوا في طب ليه طب ليه عشان انتوا بتعملوا كده نعمل ايه يا عم انت تضرب انا عايز احرق خلاص لو سمحت لو سمحت ما عايزين ايه انت عايز ايه انا عايزك ما تخشش هنا بس هو بيحمل وظايف دي مهمتي انت مهمتك ايه انا كمان 15 ربع في السنه بالظبط بص 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 ده مستفز الناس ولا خلاص انا نزلت على سياده النقيب مستفز الناس اهو شالهم اهو نزل الناس اللي عماله بص بيضربوا طوب اهو كل الناس كل ما تضرب طوب بيهيب الناس اكتر نزلوا الناس انا مش عايز اضربك انت مصري زي زيك انا مش عايز اضربك هم اللي بيستفزونا تمام الله ينور حبيبي بس تمام بس خلاص كل ما يحدفوا طوب من فوق الناس بتيجي اكتر خلاص نزلوا نزلوا يا باشا هات الناس بس نزلوا الكلاب اللي فوق دول نزلوا 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 بص بص يا جماعه اللي عندنا عيب لازم الكلام من فوق خلاص خلاص يا عم انت انا اللي